أحبائي مشاهدي وحش التوفير، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة. النهاردة معانا بطاطس بكفتة الرز. طب مقاديرها إيه؟ ده اللي احنا هنشوفه مع بعض، والطريقة الجميلة اللي احنا متعودين عليها مع حضراتكم. النهاردة معانا نص كيلو لحمة مفرومة، معايا ربع كيلو رز مطحون، 4 معالق صلصة، معايا بصلاية كبيرة مبشورة، ربع كوب شبت متقطع، ربع كوب كزبرة خضراء، وربع كوب بقدونس، وثلاث حبات بطاطس وسط. ونبدأ على بركة الله حلقتنا. ادي اللحمة هنجيبها كده، هنحط عليها الرز المطحون، ادي الشبت بنفس الكميات اللي انا محضرها لحضراتكم، وادي البقدونس، وادي الكزبرة الخضراء، كله مع بعض كده هوت بالطريقة دي، حاجة سهلة وجميلة. وادي البصلة المبشورة، هناخد 3/4 وهسيب الربع ده، هقول لحضراتكم ليه بعدين. اهو كده بنفس الطريقة دي، واشيل ده وابدأ اجيب معلقة واقلبها مع بعض بالطريقة دي. طبعا عشان الرز احنا نعمل ايه؟ نعمل حاجة جميلة او زي ما احنا متعودين مع بعض يا جماعة بالطريقة دي. نبدأ نشتغل بايدينا، بقدونس هيقع بره اهو، ادي كأننا بنعجن، مفيش اي مشكلة اهي. ادي الكفتة بتاعتنا بنعجنها بالطريقة دي، ولو عايز اجيب بولة واسعة عندي اي حاجة واسعة في البيت مفيش اي مشاكل، بحيث ان انا اتحكم فيها بسرعة والوقت ما يسرقناش، لان احنا ملتزمين بوقت في الحلقه كده اهوت. ببدا اخدها كلها مع بعض اهي، مفيش بقى ميه وحاجه، هي كده ميتها مع البصل والحاجه بتاعتها ماشي. وادي كده اهوت بعد ما بدخل بس الايه الرز المطحون مع اللحمه، ببدا اجيب بقيه التوابل بتاعتي ادخلها كده الطريقة دي. شايفين الكمية اللي احنا حطيناها بتطلع معاكم ناشفة شوية، بس هتطلع طعمها جميل بعد ما نعمل حاجة بسيطة قوي كده اهو. بنفس القصة ما عنديش اي مشكلة، ربع معلقة فلفل اسمر، وادي ربع معلقة كمون بسيط، ربع معلقة شطة بودر حسب الرغبة حسب اللي عايز، بس هتدي تست جميل يعني وطعم حلو. وادي الملح يا جماعة نص معلقة صغيرة معاها. يبقى انا كده عملت حاجتي بطريقة سهلة، كأننا بنعمل يعني زي ما بنعجن مثلا مقدار معين او بنعمل حاجة معينة في المعجنات، نفس المقدار كده بالطريقة دي سهلة وبسيطة ما فيهاش اي حاجة اهي. دي بقى ما بتاخدش نقطة زيت في الآخر، لأن دي كفتة فبتبقى هي لوحديها فيها دهون. وادي دعكت كويس قوي الطريقة دي، كل المكونات مع بعض بتدي في الآخر طعم جميل، شبت مع بصل مع كزبرة خضراء مع البقدونس، كل ديت مكونات جميلة وبتدي ريحة حلوة، مكسبات طعم لذيذة ما فيهاش أي حاجة. بخليها كده جنبي اهيت، بروق مكاني، ادي الحاجه بتاعتي اهي بايدي كده، حتى ما عنديش اي مشكله. نجيب طبق لذيذ نحط عليه الكفته بتاعتنا بالطريقه دي اهي اهي بايدينا كده. ولو عايزين نعمل منها مدور مثلا كور مفيش مشكلة حسب ما احنا عايزين، وممكن برضو نعمل حاجة جميلة قوي ان احنا واحنا شغالين لو عايزين نسخن مثلا الزيت او حاجة لما نيجي لقبل ما نخلص، بحيث ان الزيت ما يسخنش واخد وقت معايا اهو.
طعمها جميل. وزمان بقى كانوا ايه يقعدوا ياخدوا وقت قبل ما يعملوها، دلوقتي بقت الحاجه سريعه، في 3 دقايق الحاجه بتتجمع مع بعض، ما نقعدش بقى نخبط بقى وايه نعمل دوشه، لا هي كده سهله وبسيطه. بعمل حاجه جميله قوي يا جماعه، بجيب الزيت واروح حاطه يسخن بحيث ان انا برضو اخد وقتي في اسرع ما يمكن. اهو نقطع الزيت عشان ايه ما يسخنش مننا بسرعه، عشان هنغسل ايدينا ونيجي ايه نقليها على طول. اهي برضو ان شاء الله عايزين ايه نبقى نعمل شويه طعميه في البيت كده اهو، بيتي بقى، من غير عيش مبلول ومن غير ايه ما نروح ناكلها مره حلوه ومره وحشه ويبقى طعمها مختلف، نقول فلان المطعم الفلاني مثلا او اسمه كذا ده الطعميه بتاعته كويسه او الفلافل بتاعته طعمها حلو. في ناس طبعا بتسمي فلافل وفي ناس بتسمي طعميه، بيبقى كل حد حسب المحافظه يعني بتبقى موجوده. مثلا في حد يقول مثلا في اسكندريه يقول فلافل، يجي حد مثلا من القاهره يقول طعميه، فبيتعرف ان ده من القاهره حسب تسميه. حتى الدول العربية اسمها فلافل بيبقى متسمية بنفس الاسم. فان شاء الله يعني انا افتكرت الفلافل وانا واقف شغال او الطعمية، هغسل ايدي واجي اقلي الكفتة. ادي كده هنبدأ نحضر الطبق بتاعنا، هنقلي عليه، وادي مقصوصة جميلة اللي هي بتاعت الطعمية، بلاش الفلافل عشان في منافسة هنا بقى، اللي بيحب يقول فلافل بيحب يقول طعمية، بيبقى جو جميل ودنيا لذيذة، ده بيهزر مع دوت وده بيقول له لا احنا احلى واحنا احسن لسه مسخنش. فاحنا ايه بنسيبها كده اهوت، بنحضر مثلا منديل ورق ولا حاجة عليها عشان الزيت اللي فيها يطلع، صفيه. في نفس الوقت كده بحاول ان انا برضو وانا واقف شغال لو عندي مكان زي كده بجيب بلانشة وبقطع البطاطس بتاعتي كده بالطريقة دي، قطعة كبيرة كده اهو. ممكن اخلي الطبق ده هنا ماشي، والمناديل برضو نفس القصة اهي كده تمام. كده الكفتة بدأت تسخن، نحاول ننزل بيها. فكرة جميلة، طعمها لذيذ والخضرة اللي جواها هتدي طعم احلى. هي بتبقى براحتها كده خالص، ما فيش اي حاجة. ببدأ اقطع البطاطس كده، انا عايزها تبقى مليانة يعني القطعة بتاعتها بالحجم دوت، لان انا مش هحمرها يعني. نفس القصة برضو كده على 3 اهي، بجهزها هنزلها مع الصوص بتاعها الطماطم والبصلة اللي هم دول. بس نقلي الكفتة الأول، هتبقى لذيذة نفس الشكل ده، خليها كده. أنا بجهز، بحاول إن أنا وأنا واقف في مطبخ يا جماعة بحاول إن أنا أبقى في كذا حاجة، مش هقف جنب حاجة واحدة مثلا أقعد أقلب فيها. عندي معلقة خشب برضو، ما اخليها زي ما هي كده،
ريحتها طبعا جميله قوي، التوابل مع الخضره عامله طعم لذيذ. في نفس الوقت تغيير، ممكن نعمل مثلا بطاطس مطبوخه مع كفته عاديه من غير رز خالص، هتتقبل وتبقى لذيذه. بنعمل بطاطس مطبوخه مع لحمه مفرومه، مفيش مشكله. هنفتح البطاطس مثلا نقورها من جوه، ناخد الحشو اللي جوه ونروح جايين عاملين عصاج وعاملينها بطاطس محشيه مثلا جوه الفرن مع صوص طماطم، هتبقى لذيذه. الابتكارات كتير والافكار ياما، بنحاول ان احنا نعمل حاجه لذيذه وتغيير، وفي نفس الوقت تكلفتنا محدوده اللي احنا اتفقنا عليها مع بعض، اللي هي ما بتقلش عن 25 جنيه او تزيد عن 30 جنيه. يعني في مثلا حاجات بسيطه بتفرق مع الفرق من المحل ده للمحل ده او سوبر ماركت ده السوبر ماركت ده. الاسواق نفسها بتخش السوق بتلاقي من اول السوق سعر، وجوه السوق سعر، واخر السوق سعر، سبحان الله يعني. فبنحاول ان احنا يكون في مصداقيه بيننا وبين حضراتكم، ونعمل حاجه جميله تستاهل يا جماعه ان احنا نعملها في البيت، نجربها وندوقها، اكيد تحوز الاعجاب، وان شاء الله ربنا يوفقنا في اننا نطلع حاجه لذيذه وطعمه، وافراد الاسره كلهم اجتمعوا عليها. يعني ما يبقاش فرد او اتنين بس، لا احنا عايزين الكل، كل اللي يدوقها يقول لا لا دي حاجه جميله. شوف خالد كان عنده حق لما عملها بالطريقه دي، لان زي ما قلنا لكم الوصفه عندنا، برضو الاختلاف عندنا، احنا هنا بنعمل حاجتنا بمصداقيه بحب بخبرات سنين، فنبقى عارفين الحاجه بتبقى طالعه ازاي. حتى الكاست بعد ما بيخلص مثلا الحلقه او التصوير او حاجه، مثلا في حد بيحب يدوق حاجه فبنعرف رايه ايه لو في اي ملحوظه ولا حاجه. ده اللي احنا بنقوله. انا الكفته قبل ما احمرها يعني او اقليها بقى، عشان دي هتتسوى جوه، يبقى في فرق بين التحمير والقليه زي ما قلت لحضراتكم، هقليها واطلع فاصل وارجع تكون اتقلت الكفته وخدت تسويه في الزيت، ونرجع نكمل الحلقه بتاعتنا.